ناري 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 تعرف ايش كيتسناك السريعة ناري 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 مشيتي فيها. والشكاية الثالثة الشكاية الثالثة ومستعجلة. الشكاية الثالثة اكثر من الاولى اكثر من الثانية اكثر عاد ما غدا كتزادك لا دوز مشيتي فيها كوفيريت. تعرف المفاجأة اللي كتسناك وانا غنقول لك اش كيتسناك. والمفاجأة المفاجأة من العيار الثقيل باش تعرفي تحقري السعاد. انا موسى قرصاتك صحيحي راس حيات المشروطه اللي ديال البالاش كنتي كتقول لي انت عندك اليدين ديال البنايه مولات الغابه اللي تقول انا عندي غوز انت عندك الغابه مولات الغابه وراتك الشغل وراتك الغابه اش كيسوا شي ديك الغابه اللي كتعاني بها سعاد جمعت العواد ديالها وحرقاتك من الغوزينو. السلام عليكم المشاهدين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه لا نتوما لا الناس العزاز عليكم. كنتمنى المهمات عزازات خواتات الخوت لايكات ديالكم وفرقعوا لي هذا الفيديو بالتعاليق. قبل ما ندوز للموضوع والشكايه واشنو كيتسنى السريعه نقدم واحد الهديه هديه ثمينه اغلى احسن حاجه كتموت على السريعه نقدم لها هديه اليوم قدام المشاهدين باش عرفوني انا قلبي ابيض ما فيهش الحقد وما فيهش السم مهما كنختلف مع السريعه مهما النقاشات وداكشي ولكن كتبقى فيا الانسانيه. بقات فيا السريعه والمعاناه ديالها الصراحه بقات فيا بزاف. الزوج ديالها في السجن وهي بقات بوحديتها مع دوك البنيات والمسؤوليه. غادي نقدم لها واحد الهديه واحد الهديه غتعجب الجميع غتعجب سيرتو السريعه غتحماق على هذه الهديه. بما انك السريعه اختي اختي اللي ما نقول لك اختي بقيتي بلا شارجور شارجور ديالك في السجن قررت نهديك الشارجور ديالي هانتي دي باني بيبي ما خرج من فرقع هانتي وعندو جوج ريوس صح هانتي شارجور جبتو لكم ماركه مزيانه هانتي 2.4 الماركه اللي مزيانه دغيا كيشارجي ريت بي وفي جوج ديال الريوس بغيتي تستعملي من الغوزاينو بغيتي تستعملي من الخلفاينو ها هانتي جهه رقيقه وجهه غليظه جوج والله الا شارجور مزيان ودوريجين والله السريعه ما تساليني حلوف كل ما كنتي عزيزه وغاليه والمشاهدين ديالي كيقولوا لي راه بقات بلا شارجور ديك السيده بقات اما نعطيك هذا الشارجور راه ما كنخلي حتى واحد يشارجي بالشارجور ديالي ولكن انت قدرت الظروف ديالك قدرت المعاناه ديالك قلت السيد دابا في السجن وهي السيده تبقى بلا شارجور شي نهار دي شارجا ولا طفى قدرت نعطيك هذا الشارجور بجوج ديال الريوز ديالو هانت سهلة لا لا كوني عم زيانه وشوف كوني عبد الاصل وتا لا لا شنيتيكا ما نسيتهاش يلا الا لا شنيتيكا ما نسيتهاش عزيزه وغاليه انت شنيتيكا ما نساتش من الشارجور خاصو على الراس هانت تا هو جوج ديال الريوز ثلاثه والله ما كتعرف في ثلاثه نسيت شنيتيكا واش عارف راسك عزيزه عليا واخا كنتاقدك شنيتيكا عزيزه وغاليه عليا تتي مع شتك باقا كتهلاي في راسك وباقا مرة سوان فيزاج وحنا خرجنا عليك مع مول الخرشه بقينا مول الخرشه حتى فاريتيها معاه والسيد مسكين حتى هو راه مريض هاد الايامات بالي داك الشي باني الله يشافيه ويعافيه يا ربي بطل مفارقع قررت نهدك تتي هديه قلت حشومه دابا غتشوفني عطيتي السريعه شارجور وهي مسكينه معده الشارجور قالت نعطيك هانتي انت غنعطيك ثلاثه في ثلاثه ديال الروس يا با شوفي انت فين غديري اش من تليفونات غتشارجي بهم على حسب التليفون اللي عندك ديك الساعه المهم عندك ثلاثه تليفونات ديري ثلاثه تليفونات عندك واحد شارجي عندك جوج اللي بغيتي تشارجي شارجي المهم ها هو انا غنصيفطو ليكم في امانه ها هما جوج شارجورات ها كادو من عندي باش عرفوني راني ولد الناس ولد الخير. ايوا دابا شتي ضحكت معاك شويه السريعه وقدمت لك الهديه غندوز لك الصدمه ديالك واش كيتسناك. ايوا يا السريع عينينو يا البوالينو يا الحزق عينينو ايوا يا السريع انا على الشيطان اذكى من ذلك سريع بعدي من سعاد انا المثقفة وحاملة المشعل والدبلوماتي في الطبخ والدبلوماتي في هذا وكذا وكذا انا الاستاذة لبنى الاستاذة اللي كتقرر الفرقع وكنشارج الفرقع تشبك شكاية مستعجلة نبشرك كشي انا راني شوف انا كنجري في الخير انا كنجري في الخير الخبيره كاني نوصلها لك وصافي نصيحه لله اخبار الخايبه ديما تقاو عندي. شوفي شكايه مستعجله استغلال القاصرات الصور اللي بانت فيها البنت الصغيره القاصر الصغيره ديك الحاله عريانه مفضوحه هكاك ودابا اش باغا ديروا لينا مخرج لينا البنت كتقول لك لا وانا ما قصدتش وانا هذاك غير فيديو. شوفي البنت الصغيره العاقه الصغيره انت ما عليك حرج انت باقا قاصر حنا ما كنهضروش معاك انت سيري انت ابار قبل قرايتك قبل امتحاناتك
السريعه المسؤوله، السريعه اللي صورت داك الفيديو مونطاتاتو وحطاتو هي تحمل المسؤوليه ديالك. ما تجيبوش انت ما دينا الشكري في العقل حق لا القاصر ما القاصر، حتى واحد ما كيجبد القاصر في هذا الموضوع ديال الصوره. المسؤوله هي السريعه اللي شهرات بالبنت واستغلت البنت، وسعاد كتعاني دابا بسبب بنتها. سعاد كتبكي يوم نهارا، الحاله ديال سعاد ولات خطيره دابا اكثر من الاول من شافت بنتها في ديك الحاله. راه كما كان الحال كتبقى ام ولا حد، نتوما ما توجعتوش عليها ولدتو عليها، عريو بناتكم نتوما في اليوتيوب وقولوا غلطه. يلا تحدى جميع القنوات اللي كيهضروا سيرتو النساء، عري انت يا اختي بنتك ولا انت ولا انت وانت، عري بنتك وريني في اليوتيوب وقولي غلطه وي حق الله غير غلط، غلط كيوقع. ولا تعراو نتوما، تعراو نتوما وديروا بيا الغلط كيوقع، وتقول على سعاد لا علاش تغوت لحت بناتها. وخا تكون سعاد قتلت بناتها كتبقى بنتها هذيك، من حقها، من حقها هذا ان بنتها ما تبانش في ديك الصوره، ولو بنتها بخاصنا مع داك الشيء ما تبانش بنتها في ديك الصوره، راه كما قال الحاج تبقى ام. لا قال لك البنت الصغيره هي اللي غلطات، ماشي البنت اللي غلطات، السريعه هي المسؤوله. اما البنت بقى قاصر، هي اللي نشرت الفيديو مونطاتات وحطاتها باش تربح. شوف هذاك غير فيلم دارته باش تربح فلوس، ما تقولش هي غلط، اللي غلط دار دم يستاهل العقوبه. الناس دخلات وواقفه على الشغل باش ما يكونش استغلال القاصرات عندنا هنايا في المغرب. والبنت قاصرة قبل قرايتها اليوم عاد قالت لك انا في هذه المدرسه شويه حطت فيديو ما كاينش حتى دقيقه هذاك اللي جيت من المدرسه، هي عاد نشرت الفيديو حطت شكاره وحيدتها، قالت لك انا جيت من المدرسه وهذه سيري قبل قرايتي وقبل دروسكم. وشو باش عرفهم حق ودين، قلنا لي من البارح يكون الصلح ما بين سعاد والام ديالو، ولكن اعتذروا والناس يسكنوا مع الام ديالهم. حنا غير قلناها راه مش عارف شي ما شي صعيب شويه، قال لك لا للصلح، انهم باغين يتهاجروا بالملف، باغين يدخلوا الفلوس، وما كيهمهم لا كلنا قاصرات لا والو، كلنا الادسنس، كلنا الادسنس ثم الادسنس، هادشي اللي كيهمهم. قال لك الناس يسكنوا معنا حنا، اي صفه غيسكنوا معكم نتوما، اي صفه غيسكنوا معكم نتوما، عماتهم خالاتهم باواتهم مواتهم شكون نتوما. سعاد اولى بالبنات ويتربيو البنات يسكنوا مع امهم، ما يبقاوش مع الاستغلاليه اللي كتستغل فيه مرات الاب كتدخل بهم فلوس. شو دابا البنات كل يوميا فيديوهات لايفات كيديروا 4 مرات في النهار، راه باقي مقصرين هذوك، خاصهم يمشيو يقابلوا قرايتهم ويقابلوا مستقبلهم. سيرتو البنت الصغيره كنهضر على اللي كتستغل ابشع استغلال دابا، خرجي وبكي وديري وفعلي وتركي ومبينها في ديك الصوره. ربي ملي كيبغي يفضح الانسان، وربي ملي كيبغي ينصر المظلوم. صوره النهار شوفوا المقاطع كامله عندنا ديال ان البنت بانت بديك الصوره، وخا تمسحها السريعه وخا دير دير، واصلا ولو تمسح شي فيديو من القناه ديالها كدير الخبره على القناه كيطلع كلشي الارشيف، راه ما كاين ما صعب من الارشيف ديال اليوتيوب، كلشي كيبقى فيه مسجل. علاش الواحد يوزن شنو كيقول ويعرف شنو كيبارطاجي؟ ماشي هي داك النهار قال لك نفرقع، نفرقع النهار اللي دارت فيديو كيعاير وكيضرب سميتو كيقول لهم انا مقرصاني السريعه، قرصاني الاستاذه وكيقيقز لينا بكرافاتو، انا مقرصاني السريعه قرصتني وقرصاتك هيا ليعاتك نيت من الفخذ. عرفت ديك التليعه ديال الدراري الصغار ملي كانوا يقرصون الوالدين، راه باقي في لاطراس دابا فخدي ملي كيقرصوك من جد من فخذ من الفوق العافيه كتعلفك. سيرتو واحد جده جداتي راه الله يسامح لك الا سمح لك الله كتشدي بواحد القرصه راه ما نعاودش ليكم كنتبنج بحالك قرصات ومفرقه، قرصات قرصاني تخيي قرصه سخونه طيطاتك نيشان. قال لك الاستاذه كتقري القرايه ديال التحراميش والتشيطين، سخوني الراس كترجع بالبروده، سخوني الراس كترجع بالبروده. انسان كيعميه الطمع وكيعميه كيكون انسان كابر في الجوع كيلقى الفلوس بارده كيبقى عايز صور ونطلق عادير، ما كاين لا مونتاج لا والو، شي بنادم كيكون ملهوط بحال دابا الشيء اللي وقع للسريعه. انا عارف ان متعمده باش دير ديك الصوره باش تبارطاجيها كيف باش دير البوز البارح باش طلع قناه الثانيه اللي داروا جديده. نديرو حنا غلط انك ما نمشيو معكم بعيد، هنا كتبين لها الطمع ديالها باغا تصور بالزربه وتلوح بالزربه ودير بالزربه. لا الانسان يمونطي ورد باله، راه ماشي حنا في الزريبه عام تصور فيديو وطلق اللي يقول حتى اللي بغيتي يقول حتى اللي بغيتي وطلق التصاور اللي بغيتي. لا الانسان يعرف يضرب ويقيس يراعي، يا كنتي واعيه ومثقفه وقاري القانون وفاهم القانون علاش تخلي السيد زيدي يدير داك. والله القسمي شوفوا انا واحد شويه بقى فيا المفرقع في هذه القضيه بالضبط، لانه السريعه اللي خرجت عليه والسريعه اللي زعماته بزاف، السريعه اللي خاصها تعتقل. هاد راس اللفعه، هاد راس الحربه، لانك انت سببتي بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الضرر لهاد العائله. ملي كان مع سعاد كان واحد واخا كان ديوتي وكان سماته وما كانش كيخدم، ولكن ما كانش بهاد الدرجه والله القسم ما كانش بهاد الشيء. ما انا بحال مشيت للمحكمه وشفت داك الشيء، شفت زعما كاين القنوات كيغوتو تما
سيري عمي كانت خارجه مع البنات، قلت دابا شو دابا الناس دايرين هاد الشيء عاود المفرقع تاع تعقل مجدود، شكون سبابه؟ شكون السبب؟ كان هي الغزينه هادي اللي خرجت عليه، الله يخرجها لها قلب. راه الشارجور تاع راه غنصيفطهم لك والله يا بوك، علاش شتي هذا الشارجور تاع كشارجي من تليفوني باش نصور القنوات. تحياتي لكم باش نصور المتتبعين، تحياتي لكم اخوتي العزاز، لايكات والتعاليق والبارطاج، الى فيديو قادم ان شاء الله.